مساء الخير. الحقيقة النهاردة احنا اخترنا موضوع نتكلم فيه ان شاء الله هيعجبكم. هنتكلم عن تجاعيد الوجه. ليه بتظهر تجاعيد الوجه؟ ايه الاسباب اللي ممكن تكون السبب في ظهور علامات الزمن لتجاعيد الوجه؟ في البداية ممكن نقول ان في مجموعة عوامل وراثية. في عائلات بنبص نلاقي تجاعيد الوجه بتظهر بصورة مبكرة، ممكن تبص على بنت او ولد عند سن 20 30 سنة وتبص تلاقي فيه علامات باينة وتقول مش ممكن تديله السن ده بتاعه. وفي نفس الوقت بنبص نلاقي فيه عائلات كتيرة وشخصيات عند سن 60 و70 ما يبانش عليهم. فالعامل الوراثي أساسي في ظهور علامات الزمن. أيضا الحالة المرضية، يعني ممكن إنسان أصيب بمرض هو صغير، ضرن مثلا أو مرض زهري أو مرض جذام وهكذا، تبص تلاقي علامات الزمن تبتدي تظهر عليه بفترات معينة. ايضا الاجهاد، الانسان اللي بيكون اللي بيشتغل 18 ساعه في اليوم مش زي الانسان اللي بينام ست يشتغل 6 ساعات وينام 12 ساعه ورياضي وحياته فيها تنظيم بطريقه معينه. ايضا التدخين، ممكن يكون التدخين من الاشياء المهمه جدا الخطيره جدا اللي بتسرع باظهار علامات الزمن. وما ننساش ايضا الكحوليات والمسكرات وهكذا. طيب ايه اللي بيحصل علشان تبتدي العلامات تظهر؟ بنلاقي ان اساسا عشان اتكلم على الكلام ده كله، جلد الانسان احنا بنقسمه الى الطبقه الخارجيه اللي هي البشره اللي هي الابيديرمس، والطبقه الداخليه اللي هي الادمه. في تغيرات بتحصل في هذه البشره. التغيرات تكون على سبيل المثال ايه؟ مقدره الخلايا الدهنيه على الانقسام بتقل. ايضا مقدره الخلايا العرقيه على الانقسام بتقل. ايضا بنبص نلاقي في ترسيب للدهون على جدار الاوعيه الدمويه. ايضا النهايات الحسيه، النهايات الحسيه المقصود بيها الاحساس بالضغط، الاحساس بالحراره، الاحساس بالبروده. دي النهايات الحسيه مقدرتها وتغيرات بتحصل فيها بتبتدي تظهر. كل دي علامات تجتمع مع بعضها وتبتدي تديني علامات الزمن. طيب تجاعيد الوجه عشان تظهر في جسم الانسان في الوجه بتظهر في حتت معينه. في البدايه بنلاقيها على هيئه المروحه اللي بجانبي العين اللي بنسميها رجل الغراب دي. وممكن بنلاقي ال 111 او ال 11 بس حسب ما نلاقيها. وممكن نلاقي في علامات في مقدمه فروه الراس. وايضا بنلاقي الاخدود الخدي الفكي، بنلاقي طبعا الخطين دول بيبقوا ظاهرين وبتبقى مشكله، ويجي لك العيان يقول لك يا دكتور انا حاسس في نفق ماشي كده في الطريقه دي. ايضا بنلاقي امتداد هذا الاخدود الى الداخل وتكوين اللغد بالنسبه لبعض الاشخاص الموجوده عندنا. طيب علشان نتكلم عن تجاعيد الوجه عايز اقول لازم نميز بين حاجتين. الحاجه الاولانيه العمر السني اللي مكتوب في شهاده الميلاد، انت عمرك 30 سنه، انت عمرك 60 سنه وهكذا، ده العمر السني. لكن في عمر تاني اسمه العمر البيولوجي او السن البيولوجي. ايه مشكله السن البيولوجي؟ يعني على سبيل الانسان المثال، الانسان اللي بيصاب بمرض في الهرشيه مثلا في المثانه، فبتدي له اعراض كثيره جدا ويبتدي يعمل تغيرات معينه في المثانه. فبنقول ان العمر البيولوجي للمثانه، المثانه انهكت من وجود البلهارسيا دي مثلا، فبنقول ان العمر البيولوجي للانسان المثانه اعلى بكتير من عمر السن، يعني هو سنه 30 سنه بينما مثانته سنها 60 سنه. ايضا مثلا الانسان المدخن بنبص نلاقي ان العمر السني بتاع الرئه مثلا هو سنه موجود 30 سنه مثلا، لكن الرئه انهكت واجهدت لدرجه ان وظيفتها وصلت لانسان عنده 60 سنه وهكذا. يبقى في فرق كبير جدا بين العمر السني والعمر البيولوجي. الانسان اللي بيمشي كويس المستقيم اللي مفيش تغيرات في حياته، الاثنين بيمشوا مع بعض، العمر السني يمشي جنب الى جنب مع العمر الوظيفي وهكذا. طيب نبتدي بقى تجاعيد الوجه ونتكلم فيها، نقول الوقايه. يعني كيف اقي بشرتي من ظهور علامات الزمن؟ لان دايما اقول في شغلنا في جراحات التجميل ان الوقايه دايما خير من العلاج. فلما بنيجي نتكلم عن الخط الوقائي بنقول ان دايما نهتم بالخضروات الطازجه اللي فيها فيتامين الف المسؤول الاساسي عن تكوين الجلد. وكل ما كانت الخضروات اكثر احمرارا او اكثر صفرارا او اكثر اخضرارا، كل ما كانت نسبه البيتا كاروتين، البيتا كاروتين المسؤول الاساسي عن الجلد بنسبه اعلى، وبالتالي هذا يحافظ على تكوين الجلد ومش الجلد بس، ده كمان الشعر. يبقى طبق سلطه عندك في البيت، انا بقول الكلام ده لكل ام موجوده قدامي،
ده حاجة أساسية بالنسبة لوقاية جسم الإنسان ولتقليل وتأخير ظهور علامات الزمن. الحاجة التانية الخضراء، الفاكهة الطازجة. الفاكهة الطازجة فيها فيتامين ج، وفيتامين ج بيقوي الأوعية الدموية اللي بتغذي البشرة، وبالتالي فدي شيء من الأشياء اللي بتساعد على تأخير ظهور علامات الزمن. أيضا معاملتنا مع بشرتنا، البشرة بتاعتنا دي أنهي نوع؟ هل هي احنا بنقسم البشرة إلى 6 أنواع؟ في البشرة الدهنية اللي كل الناس بتزعل منها، وإحنا من وجهة نظرنا في جراحات التجميل وأيضا في الأمراض الجلدية بنقول إن البشرة الدهنية دي أحسن بشرة إذا حافظت عليها، إلا إذا أصيبت بإكزيما مثلا دهنية، أو إلا إذا أصيبت بحبوب الشباب وهكذا. ده النوع الأولاني من البشرة. البشرة الثانية البشرة الجافة، ودي من البشرات الصعبة جدا اللي إحنا ما بنحبهاش، لأن علامات الزمن والتجاعيد بتظهر فيها بسرعة. والحقيقة البشرة الجافة دي ممكن تعمل لي إكزيما الجفاف، وممكن تعمل لي أنواع كثيرة جدا من التشققات اللي ممكن تحصل في الجلد. في البشرة الثالثة اللي هي البشرة المركبة، اللي هي هلاقي مقدمة الوجه والأنف دهنية، والخدين مع الذقن جاف. في البشرة الرابعة اللي هي البشرة الحساسة، أي واحد يقول لك إيه، أي أكل باكله، أي حاجة باخدها بتبان على وشي على طول، ناكل موز ناكل فراولة الكلام ده كله، نلاقي إن البشرة ابتدت تحمر وتظهر فيها أرتكاريا وحمار، وناخد علاج وتقل، والحكاية دي بتزيد وتقل وهكذا. دي البشرة الحساسة. البشرة الخامسة هي البشرة الملطخة، اللي هي البشرة اللي بنلاقي فيها حفر، ونلاقي فيها تجاعيد، ونلاقي فيها حويصلات، ونلاقي فيها حبوب شباب، ونلاقي فيها حصف. البشرة السادسة هي البشرة الجميلة الصبوحة، اللي هي أمنية كل واحدة وكل واحد إنه يكون متمتع بيها. يبقى هنا نيجي لنوع البشرة. البشرة أي هي نوع بشرتك، نوعها إيه، وهل هذه البشرة معاملتك مع هذه البشرة شكلها إزاي؟ هل أنت بتتعامل مع بشرتك عن طريق انك انت بتغسلها مثلا 10 مرات في اليوم، ولا انت بتغسلها مرتين في اليوم؟ نوع الصابون اللي انت بتستخدمه، هل هو صابون قلوي، هل هو صابون حمضي؟ طريقة عنايتك بنفس البشرة، نوع المكياج اللي انت بتستخدميه، ايا يكون نوع المكياج، هل انت بتستخدمي نوع معين من المكياجات؟ واحدة تيجي تقول لي انا متعودة استخدم المكياج الفلاني، فبص الاقي المكياج ده ابتدى يعمل لها نوع معين من التحسس او الحساسية، تقول لي دلوقتي البشرة بتاعتي ما بتقبلش، بلاقي فيه حمار، بلاقي فيه التهابات. الحقيقه دي شكوى بنشوفها كتير قوي، ومفيش حاجه اسمها ان انا متعوده طول عمري على نوع معين من المكياجات، ابدا ما ينفعش، او نوع معين من الصبغات ما ينفعش. دايما حاولي انك انت تستخدمي التست الاختبار المعروف في الحاجات دي، ان كل مره تشتري علبه المكياج اللي انت بتحبيها او اللون اللي انت بتحبيه، حاولي انك تعملي له اختبار بانك تحطيه، تلمسي بيه الجلد في منطقة معينة وليكن أعلى الذراع من الداخل، وتسيبيه لمدة 48 ساعة. إذا حصل أي احمرار أو تكوين فقاعات أو حكة بسيطة، اعرفي إن نوع المكياج ده مش هيناسب بشرتك، ولما تجربيه على مكان بتستخبي بيه أحسن ما تجربيه على وجهك ويبتدي يظهر ويعمل مشاكل قدام الناس. الحقيقة دي كلها حاجات كيف أتعامل مع بشرتي، إزاي يكون عندي الإحساس. نبص نلاقي في ناس تانية بتستخدم لوسينات معينة في الحلاقة، وهذه اللوسينات بتعمل حساسيه معينه من الجلد، او شخص تاني يجي يقول لي انا مجرد ما بحلق دقني بلاقي في التهابات بتحصل، ويبتدي يتعامل معاها ويعالجها بطريقه صعبه بتكون غير طبيه غير سليمه، وتبتدي تبقى الحكايه مزمنه، يجي كل ما يتعامل مع البشره يلاقي نفس المشكله موجوده بالنسبه له. يبقى اذا الوقايه انا بقول خير من العلاج. حاول تعرف نوع بشرتك، حاول تعرف درجه الحساسيه اللي موجوده بالنسبه لبشرتك، حاول تعرف انك انت ممكن يكون عندك طبق الخضروات الطازجة اساسي في الاكل بتاعك، طبق الفاكهة الطازجة اساسي في الاكل بتاعك، هتلاقي انك انت من هذه الطريقة حافظت على بشرتك، ابتدت تجاعيد الزمن تبعد عنك وتتأخر في الحدوث بالنسبة لك، شعرك جميل، ما عندكش مشاكل، مش محتاج لدكاترة. ايضا الحقيقة قبل ما ادخل في الطريق العلاجي بالنسبة لتجاعيد الوجه، بحب اقول ان احنا بنحاول نقسم جلد الانسان الى 6 انواع، طبقا لحساسية هذا الجلد، وطبقا لانه ممكن يبقع ازاي ما يبقعش ازاي. فبنقسمه، جاء احد العلماء قسم الجلد الى 6 درجات. النوع الاول او الدرجة الاولى من جلد الانسان اللي هي البشرة البيضاء. البشرة البيضاء هي الجلد ده بيكون حساس جدا، وايضا اذا تعرض للشمس اي فترة قليلة بيحصل فيه نوع من الحروق، لكن لون الجلد لا يمكن يتغير. والمثال لكده معروف ذو الشعر الأحمر،
الجماعه اللي شعرهم احمر دول لو تعرض فتره دقيقه جدا قليله جدا للشمس بتلاقي ابتدى يحصل حروق موجوده في جلده، لكن لا يمكن لون الجلد يتغير. والنوع الاول من الجلد ده احنا بنعتبره في مجال جراحات التجميل من الجلد الحساس جدا. النوع الثاني من الجلد اللي هو بنعتبره حساس الى حد معين وليس بدرجه الخطوره بتاعه النوع الاولاني، اللي فيه لو تعرض الانسان فتره طويله بعد الشيء للشمس هتبتدي تحصل عنده نوع من الحروق، واذا تعرض فتره اطول هتبتدي الجلد يظهر فيه بقع. والمثال لكده ذوي البشره البيضاء والعيون الزرقاء. يبقى النوع الاول والثاني زي ما انا بقول ده حساس وحساس جدا. النوع الثالث لو تعرض للشمس فتره طويله فين لما يبتدي يتكون الحروق وفين لما يبتدي الجلد يبقع. والمثال لكده ذوي البشره البيضاء الشقراء والعيون العسليه، ودول موجودين في مجتمعنا. والنوع الرابع ايضا بيتعرض للشمس فتره طويله قوي يبتدي تحصل نوع معين من الحروق، ايضا الجلد بيبقع بعد التعرض لفتره طبيعيه، وهذا النوع مثال للبشره القمحيه. ثلاثة وأربعة هم دول الشرق الأوسط اللي فيهم بنعتبر إن الجلد ده جلد طبيعي مش حساس زي الأول والثاني. لكن خمسة وستة اللي هو الجلد الأسمر نمرة خمسة والجلد الزنجي نمرة ستة بنعتبر هذا النوع من الجلد غير حساس، وبالتالي فلو تعرض للشمس فترة طويلة بيحصل فيه إن اللون بيبقع لكن عمره ما تحصل فيه أي نوع من أنواع الحروق. أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ علشان أدخل دخلة في الطريق العلاجي بالنسبة لتجاعيد الوجه. طبعا تجاعيد الوجه كثر الكلام عليها، وبنشوف طبعا الإعلانات الوهمية والكلام الغريب جدا بالنسبة للعلاج، وأنا عشان كده قصدت أدخل الدخلة دي عشان أبتدي أشرح وأبين إيه اللي ممكن يناسب بشرتنا بالنسبة لعلاج تجاعيد الوجه. في كذا خط علاجي لتجاعيد الوجه. الخط الاول ما نقراه ونسمعه في الاعلانات اللي بيقول لك ايه اللي هي التقشير الكيميائي، ان انا استخدم انواع معينه من التقشير الكيميائي علشان نعمل علاج لتجاعيد الوجه. التقشير الكيميائي الحقيقه كان الاول بيستخدم في ماده الفينول، والنهارده بيستخدم في حاجه اسمها تي سي ال هي تراكلورو اسيتيك اسيد. انا بقول كلام تجاري، كلام علمي ليس كلام تجاري، وبالتالي انا ما اقصدش اسم معين او ماده معينه. الحقيقه التي سي اي دي ماده بتتحط في الجلد، صحيح بتشد الطبقه السطحيه من البشره زي ما انا قلت في اول الحلقه ان انا مشكلتي في البشره ثم في الادم الطبقه الاعمق. فاذا كانت التجاعيد عندي بسيطه فبنشتغل بيها على البشره. بيحصل التقشير الكيميائي، ولكن ودي نقطه مهمه جدا عزيزي المشاهد عايز تاخد بالك منها، التقشير الكيميائي غير مستحب مطلقا في درجه 4 اللي هي البشره القمحيه، وإلى حد ما في درجة 3 هو كويس قوي في 1 و2 في البشرة ذات الشعر الأحمر أو البشرة البيضاء ذات العيون الزرقاء مستحب جدا. مستحيل تطبيقه في 5 و6 البشرة السوداء أو البشرة الصفراء، لأنه بيعمل مشاكل رهيبة جدا، منها حروق بالجلد، منها تكوين تجاعيد، منها تكوين كيلويد اللي هو تضرم في الجلد، ودي كارثة إذا تكونت علاجها صعب جدا وبياخد العيان معانا أوقات كتير جدا وما بيوصلش البشرة كما كانت. يبقى انا قصدت من بدايه الحلقه اتكلم عن التقشير الكيميائي واقول انه يفضل ان احنا نبعد عنه، واذا استخدم ما نستخدمش المواد كثيره التركيز، ولكن في حاجات بتتعمل في البيوت كده رباط البيوت بيعملوها وبنلاقيها موجوده في الصيدليات اللي هي تقشير كيميائي بالاحماض الفاكهه. احماض الفاكهه دي حاجات تركيزاتها ضعيفه جدا، حاجه ما توصلش لغايه 0.25% او 0.5%، وليها تدريجات معينه، ولو في استشاره طبيه ممكن مستحب تدي نوع من الرونق بالنسبه للبشره، ولكن اياك والتقشير الكيميائي عن طريق المواد الصعبه جدا اللي احنا بنشوف عنه، واللي احنا بنلاقي مخاطر كتيره جدا وتضررات الجلد وتكوين الدرنات وتكوين الكيلويس، الحاجات الصعبه جدا والبقع اللي بيبقى علاجها من اصعب ما يمكن. والحقيقه دايما اقول وانصح اي انسان وبالذات في منطقتنا العربيه ودول الشرق الاوسط نبعد عن التقشير الكيميائي ونريح نفسنا، ودي وجهه نظري الخاصه. الحاجة الثانية اللي هي الليزر. الليزر حاجة جميلة عملت ثورة وابتدى يحصل فيها كلام كبير جدا، والحقيقة الليزر ده عشان أقوله في كلمة مختصرة هو عبارة عن شعاع يتميز بثلاث حاجات، إن ليه لون واحد، إنه بيمشي في خطوط متوازية سريعة جدا،
الحاجة الثالثة إن قوة الليزر في أول الشعاع، في نص الشعاع، في آخر الشعاع نفس القوة. يعني لو بعت شعاع ليزر القمر، قست قوته في مكان إصداره هنا وقست قوته في القمر، ألاقي نفس القوة تقريبا. هي دي المميزات بتاع شعاع الليزر، غير شعاع الإضاءة اللي إحنا موجودين فيه. شعاع الإضاءة عبارة عن إضاءة بتطلع في كل الاتجاهات. شعاع الليزر لا، شعاع خط متوازي، ضوء واحد، قوته متساوية في كل الاتجاهات. هذا الشعاع لا ننكر انه عمل ثوره كبيره جدا في بالنسبه لكل المجالات. الليزر عمل ثوره في التكنولوجيا، في الصناعه، في الزراعه، في كل حاجه. في مجال الامراض الجلديه عمل ثوره كويسه كبيره جدا، ولكن احنا نقدر نتكلم نقول ان الليزر بدا يستخدم في علاج تجاعيد الوجه. بدات الانواع، كان في انواع معينه بالليزر. في البدايه كان في ليزر الياقوت اللي هو الروبي ليزر، وده كان ليه استخدامات اكتر على مجال الشعر، وابتدى يبقى فيه تكنولوجيا اكتر. ابتدى يحصل دلوقتي ليزر ثاني اكسيد الكربون، ونرجع نتكلم بعلاج تجاعيد الوجه بليزر ثاني اكسيد الكربون. الكلام اللي انا قلته على استخدام التأشير الكيميائي في علاج تجاعيد الوجه هو نفس الكلام اللي بقوله على استخدام ليزر ثاني اكسيد الكربون. ليزر ثاني اكسيد الكربون دلوقتي بقى محرم في مصر، لا يستخدم في علاج تجاعيد الوجه، لانه بيعمل نفس التدرنات ونفس التاثيرات في البشره. ليه؟ لان احنا بشرتنا زي ما انا قلت في الحلقه درجه 3 ودرجه 4، اللي هي تتاثر تاثير مباشر لوجود مواد صبغيه في جلد الانسان. لكن الليزر جميل في النوع السطحي في بشره نمره 1 ونمره 2. الحقيقه ولذا لما نيجي نبدا في ثاني اكسيد الكربون خلاص ما بقاش في حاجه اسمها علاج تجاعيد الوجه بليزر ثاني اكسيد الكربون. لكن في حاجات تطورت في الليزر. في ممكن نستخدم نوع معين من انواع الليزر اللي هو اربيوم ليزر، ليه تاثير في علاج تجاعيد الوجه. وابتدى بعد كده يدخل حاجه جديده اسمها الوميض الضوئي. والوميض الضوئي لا هو ليزر ولا حاجه، هو عباره عن الضوء العادي بيستخدم بطريقه معينه وتكنولوجيا معينه بطريقه معينه، ممكن تستخدم في علاج تجاعيد الوجه. لكن عزيزي المشاهد عايز اقول ان زي ما انا قلت في البدايه ان تجاعيد الوجه ممكن تكون في طبقه البشره وممكن تتعمق الى طبقه الادمغه. كل الكلام اللي انا بقوله دلوقتي اساسا في طبقه البشره. يعني بمعنى ان لو عندي تجاعيد عميقه الليزر مش هيعمل حاجه. لو عندي تجاعيد عميقه التأشير الكيميائي هيحرقها ويزودها. عشان كده الليزر ليه تحفظات اقدر استعمله في البشره 1 و2، واستعمله في حصر في البشره 3 و4 اللي فيها التجاعيد علامات سطحيه، اللي ممكن نستخدمه ويقدر يدي تحسن في البشره لفتره من 6 شهور لغايه سنه، لغايه سنه ونص لو كانت درجه 1 او درجه 2، ممكن توصل لغايه سنه ونص هذا التحسن اللي موجود في الطبقه السطحيه من البشره لو كانت فيها علامات الزمن. ندخل في الطريق التالي اللي هو طريق الحقن. ما هو علاج زي ما قلنا الاول التأشير الكيميائي اتكلمنا عنه، الحاجه الثانيه الليزر ادينا قلنا فكره عنه. الطريق الثالث الطريق بالحقن. ثوره كبيره اتعملت في الحقن وابتدينا نسمع كلام كتير بالنسبه للحقن. بدايه نبدا بحقن اللي هو نوع معين من انواع سمو البكتيريا اللي هو بيكون موجود في مقدمه الراس، اللي هو الميكروب بتاعه او البكتيريا بتاعته اللي هي البوتوليز. ده نوع معين من انواع الحقن اساسا بيستخدم في علاج تجاعيد الوجه. اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في المروحه بتاعه العينين، واللي موجوده بالنسبه لكل مقدمه الراس، واللي موجوده في ال 111. عمر هذه الماده لو حقنت اسفل العين ما تعملش اي نتيجه، لو حقنت في الاخدودين بتوع الخدين او حتى جانبي الفم ما بتعملش اي نتيجه. وفكرتها اساسا معروفه ان هي الماده دي بتعمل شلل في العضلات اللي موجوده، وبالتالي الكورجيشنز والعلامات اللي واضحه بتبتدي تختفي. ولكن بنحذر بقى برضو احنا لازم الامانه ان احنا لما نيجي نتكلم يكون عندنا شيء من الامانه العلميه. احنا بنحذر ان مش كل شيء الحقن فيها بيبقى صالح. ليه؟ لان ممكن لو الجرعه اكتر من اللازم ما حصلش شلل في عضلات مقدمة الرأس وجانبي العين بس، ده ممكن الجرعة لو زيادة يبتدي يحصل امتصاص لهذا السم، بحيث انه ممكن يؤثر في عضلات التنفس وممكن يؤثر على المريض بطريقة خطيرة جدا. دي حاجة.
الحاجة التانية انه حتى لو الدكتور خبرته اقل او الانسان اللي بيعمل هذا الحقن ممكن الجرعة تزيد، نبص نلاقي حصل ارتخاء في الجفن في ناحية او ناحيتين، والمريض بيعاني من مشاكل كبيرة جدا، مش قادر يفتح عينيه او يرفع عينيه، وطبعا العلاج بيطول لغاية لما تأثير هذه المادة في جسم الانسان يقل في من فترة من 3 شهور ل6 شهور. لك ان تتخيل عزيز المشاهد ان لو الجرعة زايدة شوية ناحية عين او عينين الاتنين هتقفل مش هتفتح، ولو زادت اكتر ممكن دي تروح وتأثر على عضلات التنفس اللي موجودة في بين الحجاب الصدري والبطن، ويبتدي يأثر على التنفس وحاجات زي كده. يبقى إذا إحنا مش ضد استعمال هذه المادة، ولكن لابد من دكتور متخصص، ونحاول على قد ما نقدر نقلل من كثرة استعمال هذه المادة. الحقن الثاني، الطريقة الثانية بما يسمى بالفيلرز. الفيلرز دي عبارة عن مواد، أنا عندي مثلا ابتدى يتكون اخدود هنا، او ابتدى يتكون اخدود اسفل الشفه، او عايز اعمل حقن للشفاه، او عايز اعمل حقن للخدين. الحقيقه ايوه معانا تليفون، اتفضل. الو، الو، السلام عليكم. اهلا يا ستي. الو، إيه لو سمحت يا دكتور، كنت عايزه اسال حضرتك اعرف ازاي الصابون المناسب لنوع بشرتي، يعني مثلا انا بشرتي مركبة، استخدم صابون قلوي ولا حمضي؟ لا، هو بصفة عامة الحقيقة احنا دايما بنفضل استخدام الصابون القلوي، الا اذا كانت البشرة فيها بعض المشاكل، على سبيل المثال فيها حبوب زي حبوب الشباب، او فيها بعض الالتهابات تصل الى درجة الحصف، ففي الحالة دي بيبتدي الدكتور يكتب صابون حمضي. لكن في بعض الحالات لما هنستخدم ليزر دايما بننصح المريض انه يستخدم صابون متعادل، لا هو حمضي ولا قلوي، لان انا عايز البشرة تبقى متعادلة معايا في فترة معينة من الفترات. الحقيقة علشان انت تبقي واخدة بالك معايا، احنا دايما بنفضل استخدام الصابون القلوي، الا اذا كان في بعض الالتهابات يبقى في صابون حمضي تحت اشراف طبي، ولكن في بعض الحالات الخاصة زي عمليات التجميل زي ما هنشرح دلوقتي، او زي استخدامات الليزر، بنفضل استخدام نوع معين من الصابون المتعادل، لا هو حمضي ولا هو قلوي. الحقيقة نرجع برضو للكلام اللي احنا قلنا عليه اللي هو الحقن اللي هو الفيلرز. فانا عندي اخدود عايز املاها، كنا بنحقن قبل كده الكولاجين، وبعد كده تطور الموضوع الى الحقن بالسيليكون، ودلوقتي الجديد خالص خالص في حقن عن طريق مادتين ماشيين موضه دلوقتي، ويعني كل شويه العلم بيتقدم والتكنولوجيا بتتقدم، ونبص نلاقي في مواد جديده جايه. الماده الاولانيه بولي ساكرايز، ودي احد مواد السكريات اللي موجوده، والماده الثانيه هياليورونيك اسيد، وده احد الاحماض اللي موجوده. كلاهما بيتركب بتركيبه معينه، وبيفرق التركيز بتاع الحقن، يعني ده تركيزه كذا وده تركيزه كذا، وطبعا كل ما زاد التركيز كل ما الثمن كان اغلى، وكلهم يشتركوا في ان الفتره الزمنيه بتوصل من 3 شهور لغايه سنه ونص، عمرها ما بتزيد عن سنه ونص. وعايز انبه يعني الحقيقه عزيز مشاهد، الحقن ده عباره عن ايه؟ الامبول بيكون حوالي 1 مللي، ده يعني وبعض الحالات بيكون 0.9 مللي، يعني مش مكمل 1 مللي، وسعره عالي جدا. فأنا عشان كده بقول الحقن، وتأثيره بيكون يكاد يكون واضح. يعني الإنسان اللي بيعمل حقن بيحتاج عدد من الحقن ما بتقلش عن مثلا 4 حقن ل6 حقن، ودي مكلفة جدا. طب ما في قصاده في حاجات تانية محتاجين نعملها، ممكن تاخد استمرارية أكتر وفترة أحسن. فأنا دايما بفضل إن لما أجي أحقن بقول إن الحقن ده كميته قد كده، وهيدي تحسن بالطريقة المعينة كذا، وهيقعد فترة زمنية لمدة كذا. فالحقيقة زي ما انا بقول ان الحقن ده من الحاجات المفضلة لو واحد عنده مناسبة سريعة، فان انا داخلة تعمل مسلسل محتاجة الحقن بطريقة معينة، دي حاجات بتبقى بتدي نتيجة عالية سريعة قوي، وفي نفس الوقت زي ما انا قلت ان الفترة الزمنية بتاعتها حسب التركيز بتاع المادة اللي موجودة بتفرق من مكان لمكان. ندخل بقى للدور الاساسي في جراحات التجميل بالنسبة للحقن. الحقيقة انا قلت الحقن مادة البوتوليزم، وقلت الحقن عن طريق الفيلرز، لكن الحقيقة اللي عمل ثورة كبيرة قوي هو الحقن عن طريق الدهون. حقن الدهون دي حاجة من الحاجات المتقدمة في مجال جراحات التجميل، اللي واخدة موافقة بالاف دي اي في امريكا، الفود اند دراج ادمنستريشن، ودي طبعا حاجة معروفة من اكتر من 15 سنة، دي حاجة مش جديدة، وهنا في مصر موجودة من فترة طويلة اكتر من 10 سنين واحنا بنشتغلها. دي عبارة عن ان احنا بناخد الدهون اللي موجودة في داخل جسم الانسان،
قد تكون الدهون في منطقة البطن عن طريق جرح بسيط مش باين، يتم شفط هذه الدهون. مهم قوي، الدهون اللي بتتشفط بتتعامل معاها معاملة معينة، بيتم غسلها بطريقة معينة، بيتم تركيزها بطريقة معينة، وبعد كده بيعاد حقنها في الأماكن اللي فيها المشاكل. على سبيل المثال لو أنا هحقن الوش كله، أنا بدخل ب7 نقط. النقطة الأولى بتكون على جانبي العين، ممكن أملى بيها المروحة اللي موجودة من نقطة صغيرة هنا، وأسفل العين من نقطة صغيرة هي نفسها، ومنطقة أمام الفك من نفس النقطة الصغيرة، يبقى دول النقطتين الأولانيين. النقطة الثالثة والرابعة بتكون من هنا، أقدر أخد الأخدود ده كله وأقدر أخد من خلالهم الشفة العليا. النقطة الخامسة والستة بتكون من جانبي الفم، أقدر أطلع بيهم بالشفة من أعلى والشفة من أسفل، ومنطقة ما بين اللغد وما بين الظهر. النقطة السابعة بتكون في المنتصف، أقدر أتعامل فيها مع منطقة التجاعيد الموجودة في مقدمة الرأس. الحقيقة يعني إنك أنت تاخد دهون من جسم الإنسان وتعيد حقنها في جسم الإنسان، ده شيء جميل جدا والجسم بيقبله بنسبة عالية جدا. وبعدين لو حسبناها تكلفة هنلاقيها إنها أقل بكثير جدا من الحقيقة الفيلرز اللي إحنا بنتكلم عنها. لكن عايز أقول وأحذر من حاجتين مهمين جدا، وأنا بشوفها كتير قوي في مستشفياتنا وعياداتنا. الحاجة الأولانية إن وصل إن الحقن ده ليه شروط مهمة جدا، إن لازم يكون تعقيم كامل جدا، لأن أي التهاب أنا باخده أو موجود في السرنجات بتاعتي أو أعيد حقنه في الوجه ده ممكن يعمل لي مشاكل كبيرة جدا، قد تصل إلى دورة التهابات وخراريج في أماكن معينة. الراجل أو الست ده داخل يعمل تجميل مش داخل يعمل حاجة تانية. وعشان كده إحنا بنلاقي في بعض الاستطار بيتعمل إن الحقن بيتعمل بدون مخدر أو بمخدر موضعي وفي عدات خاصة، ويعاد حقنه بدون أن يتم غسله أو تركيزه أو حقنه. وده الحقيقة إذا حتى ما حصلش التهابات فبيكون إن هو أثره خفيف جدا، والراجل أو الست يقول لك أنا حقنت وشي وبعد أسبوع لقيت كأني ما عملتش حاجة، ودي حقيقة بنشوفها. فحقن الدهون ده عملية من العمليات المعروفة اللي محتاجة عناية معينة وخبرة معينة وتركيز معين عشان نوصل للأمان بالنسبة لنا. ندخل بقى في آخر طريق بالنسبة لعلاج تجاعيد الوجه، اللي هو أنا اتكلمت عن التقشير الكيميائي، اتكلمت عن الليزر، واتكلمت عن الحقن. أدخل في جراحات التجميل الكبيرة بالنسبة لوجه الإنسان. وجه الإنسان أساسا إحنا بنقسمه من وجهة نظر جراح التجميل إلى 3 مناطق. التلت العلوي هو يشمل الخط ما بين زاوية العين لغاية مقدمة الأذن، هذا الثلث هو التلت العلوي من الوجه. وبعدين في خط تاني بيقسم من أمام الأذن لغاية زاوية الفم، ده يبقى التلت الأوسط من الوجه. والتلت السفلي بيشمل عبارة عن الفك السفلي لغاية الرئة. جراح التجميل لما يشتغل ممكن بيبقى فيه جراحات معينة بطرق مختلفة. بتيجي طبعا الست تهمها الجرح شكله ازاي وهيبقى اثره ازاي وهنشد تجميل ازاي والكلام ده كله. في جراحات بنقدر نعملها بخط باين من قدام الاذن يلف الى الخلف، وبيفرق من مريض لمريض. المريض اللي درج جلد 1 و2 الخط ده بيختفي تماما في خلال 3 اسابيع. المريض اللي درجة جلده 5 و6 الزنج الاسود والاسمر ده الحقيقة ممكن عرضة انه يتكون له كيلويد وتضرم في الجلد بتبقى مشكلة كبيرة. البشرة القمحية بتبقى حسب خبرة الدكتور، ويبقى فيها الاشياء دي بيكون اختفاء الخط مش في خلال 3 اسابيع 4 اسابيع، ولكن ممكن يقعد لغاية 2 3 شهور لغاية لما يختفي. دي حاجة. في ممكن اعمل شد للرقبة من خلال جرح قطعي موجود في الظهر بيختفي في الدخلة دي، وممكن بيتعمل شد للرقبة بجرح خلف الأذن فقط، وممكن بيتعمل شد للوجه من خلال جروح في فروة الرأس. ده يخليني أتكلم في الموضوع دي ككل، ولكن جراح التجميل يقدر يتدخل ويعمل شد للوجه من كذا طريق. ممكن لو أنا هعمل جراحة في الثلث العلوي يبقى الخط التدخل الجراحي بتاعي مختفي في فروة الرأس، وممكن لو أنا هعمل تدخل جراحي في الثلث الأوسط يكون من خلال أمام الأذن فقط، ولو أقدر أعمل الثلاث أتلات مع بعض يبقى الجرح لافف بطريقة زي ما قلت لكم أمام الأذن خلف الأذن. ممكن أعمل شد للوجه في التلت العلوي والتلت السفلي فقط، وممكن أعمل شد للوجه عن طريق مثلا
شد جفون بس، ان انا اتدخل في التدخل الجراحي للجفون بخط معين موجود في الجفن العلوي والسفلي بيختفي تماما في خلال 4 5 ايام بالنسبه للجفن السفلي، والجفن العلوي بياخد له حوالي من 3 اسابيع لشهر وبيختفي، وفي نفس العمليه يعمل حقن دهون لباقي الاماكن زي الخدين مثلا والشفه العليا والشفنه السفلى. يعني اقصد اقول من هذا الكلام ان جراح التجميل ممكن تكون عنده حريه الحركه انه يعمل شد كامل للوجه، او انه يعمل حقن كامل للوجه، او انه يدخل شد اماكن محدده من الوجه مع حقن الاماكن محدده من الوجه، الاثنين يكونوا داخلين مع بعض. هنا بتكون حريه الحركه بالنسبه للشخص. نيجي للنقطة المهمة جدا اللي احنا بنشوفها دايما اللي هي ما يسمى باللغط، منطقة اللغط. الحقيقة منطقة اللغط من الأماكن اللي بتصيب وبنلاقيها في عائلات عائلات. يعني تبص تلاقي البشرة بتاعة الرجل أو الست جميلة وصبوحة وسنه مثلا 60 سنة 70 سنة، وبعد كده هو نبص نلاقي إن المنطقة بتاعة اللغط بالنسبة له هي اللي ساقطة. فبنيجي بنقول إن هنا مشكلة اللغط موجودة. المشكلة دي ممكن بحلها بطريقة سهلة جدا، يا يعني إما عن طريق شفط الدهون بإبر معينة خفيفة موجودة في منطقة اللغط، يا يعني إما عن طريق ما يسمى بالميزوثيرابي في المنطقة دي، إن في بعض أنواع معينة من الحقن ممكن تؤخذ بتركيز معين بحيث إنها تذيب هذه الدهون مع الضغط بطريقة معينة. لكن عادة من خبرتنا بيكون التدخل الجراحي لشد هذا اللغط إلى الأمام عن طريق جرح خفيف مخفي، أو يكون التدخل الجراحي عن طريق شد الرقبة بالكامل من خلف الأذن هو الحل الأمثل لهذه الأشياء. الحقيقة في حاجات تانية كتير جدا أنا عايز أتكلم عنها، على سبيل المثال الهالات السوداء اللي موجودة في العين، على سبيل المثال البقع الداكنة اللي ممكن موجودة في الوجه، أيضا النمش، أيضا الكلف، أيضا الوحمات الدموية اللي ممكن تظهر في الوجه. أيضا كل دي حاجات من الحاجات المهمة جدا اللي أنا كنت عايز أتكلم عنها، ولكن أنا شايف الوقت بيجري بسرعة. ولكن أنا عايز أقول بصفة بسيطة جدا إن دايما الخط الوقائي أهم كتير جدا من الخط العلاجي. ألو ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا. أيوة دكتور، كنت عايزة أسأل على حاجة. أنا بشتكي من الهالات السوداء بقالي فترة، وفي نفس الوقت ما فيش كريمات نافعة من بتاعة اللي هي السوق ديت. انا اصلا مش عارفة هي مضرة ولا لا، ده اولا كنت عايزة اسأل. ثانيا هي مش نافعة معايا، بنام كويس جدا وباكل كويس جدا، ومش عارفة كنت سمعت قبل كده ان هي فيها جزء عامل وراثي، فكنت عايزة اعرف اذا كان ليها حل في التجميل سواء بالحقن الدهون الجديد او whatever حاجة تانية ولا لا. والحقيقة طبعا ده سؤال جميل جدا، انا كنت قايل ان احنا هنلوي عليه ان احنا هنتكلم عنه في حلقات قديمة، لكن طالما سألت عنه، هو فعلا الهالات السوداء اسفل العين دي عبارة عن عامل وراثي بحت، اخر بحث اثبت انه يتعلق بسمك الجلد نفسه، اقل جزء من الملي من السمك الطبيعي، وبناء عليه فهي وجود عامل وراثي ده حاجة اساسية. ودايما لما نقول الهالات السوداء عشان اتخلص منها بيبقى حاجة من حاجتين، يا اشد الجفن عن طريق جراحات شد الجفون، يا اما بنملى الدهون زي ما انت قلت بالظبط عن طريق حقن الدهون. في كلتا الحالتين انا شديت الجلد الموجود اسفل العين وقدرت اتخلص من هذه الهالات السوداء. ولكن الحقيقه ممكن الليزر يلعب دور محدود قد يصل الى 30%، انما باقي المستحضرات التجميل والحاجات اللي احنا بنستخدمها كنوع من الكوموفلاج على اساس ان انا اغير عنها واخبيها. ولكن العلاج القوي جدا بالنسبه لهذه الحالات فهي اما عن طريق شد الجفون او حقن الدهون بالنسبه لهذه الهالات. والحقيقه ده موضوع من المواضيع اللي احنا ممكن نتكلم عنه في حلقه قادمه، ولكن انا في نهايه الحلقه عايز اقول ان الطريق الوقائي دايما احسن من الطريق العلاجي. الوقايه في الخضروات الطازجه والفاكهه الطازجه والاعتناء بالبشره بكافه الطرق المختلفه، واذا كان لابد من جراحات التجميل فانا بنصح دايما ان جراحات التجميل تكون عن طريق التدخل الجراحي سواء عن طريق الشد بطرق مختلفه او عن طريق حقن الدهون. وانا دايما بقول ان في تحفظات كتيره جدا عن طريق انواع معينه من الحقن الفيلرز، او عن طريق استخدام الميكروب المعروف البوتوليزم، او ايضا عن طريق التقشير الكيميائي. اتمنى ان انا النهارده اكون ضيف عزيز عليكم زي ما انتم عزاز عليا دايما، واحب اشوفكم دايما في الصحه دايما، ودايما اشوفكم على خير وسلام. شكرا والى اللقاء.
شكرا.